إنه شعور عظيم، إنجاز عظيم وشعور بالفخر والحمد لله يا ربي. هذا نصر من الله، طرفت عائلتها وولايتها وبلدها والمرأة الجزائرية والعربية بصفة عامة. بالنسبة لها هي كان حلم وكانت مسطراته باللي تدي ميدالية ذهبية في الأولمبياد. الشيء وكان يبان باللي صعيب الشيء هذا، والحمد لله ربي نصرها. الحمد لله عدنا، ما عدناش خايبين، جبنا الخير معنا. رانا فرحانين كثير، مازلنا على اثر الصدمه اللي تاثرنا لها. الصدمه كانت من ناحيه المشاكل اللي كانوا وراء هذه النتيجه. ربحنا، درنا زوج منازلات، منازله كونتر العالم هذا اللي كان ضدنا، ومنازله اخرى ضد الملاكمات اللي لكمنا معهم. الحمد لله فرحناكم، فرحنا الشعب الجزائري. أكيد رانا فرحانين بهذه النتيجة، عودة الجزائر إلى المنصة الذهبية.